بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نكمل المحاضرة السادسة اللي هي تكملة موضوع الـ 3TL. أخذنا بالمحاضرة السابقة كيفية حساب الفان أوت عندما يكون الإخراج له، وشفنا مسار التيارات. فعدنا هسه لو ناخذ الحالة، قلنا كان أكو مناقشة بالنسبة لنا اللي هي إمتى يكون الـ QI بالريفيرس أكتف، وهنا اللي هي نقطة خامسة هذه واضحة أمامنا بعد المثال اللي حليناه بالمحاضرة السابقة. قلنا متى يكون الـ QI بالريفيرس، هنا انحسبت بشكلين، أتمنى أنتم تشوفون ياه تناقشون الرأيين ونستقر على رأي. هنا يقول أنه الفولتية الإدخال إذا تجاوزت قيمة الـ VB من يكون الـ QI بالريفيرس أكتف، واللي حسبناها بالمحاضرة السابقة تساوي VBEO Saturation زائد VCE S، العفو VBE S Saturation زائد VBC Reverse Active، واللي طلعت 2.3. إذا VN تجاوزت هذه القيمة راح يكون الـ QI بالReverse Active. أنا أقول لا، يمكن أقل حسب رأيي، بس أريد الطلاب يشوفون الحالتين ويتفقون على قيمة. نجي على الحالة الثانية بالفان أوت، من يكون عندنا الإخراج هاي من يكون عندنا الإخراج هاي بدائرة الدرايف الـ QO والـ QS ديناتهم أوف، ويكون عندنا الـ QI داش بالنسبة لدائرة اللود راح يكون بالريفيرس أكتف. لو نجي نحسب الـ I out هاي، راح نشوف انه هو يمثل تيار الإيميتر للـ QP، والـ QP أصلا بالـ Forward أكتف، وممكن حساب تيار الـ IBP. الـ IBP راح نشوف انه هو يساوي VCC ناقصا VBE للـ QP بالفورورد أكتف ناقصا V diode ناقصا V out هاي قسمة الـ RC اللي هي 1.6 كيلو. فالـ V out هنا إذا اعتبرناها أسوأ حالة اللي هي الـ V out أقل قيمة اللي تخلي الـ QI بالريفيرس أكتف، واللي هي تعتبر 1 لوجيك أصلا متجاوزة الـ VN هاي، فمباشرة نعوض نوجد التيار الـ IBP، وممكن نحسب الـ I emitter اللي 1 زائد بيتا فورورد في الـ IBP طلع الـ I out هاي. بالنسبة للـ IN هاي هنا عندنا الـ IBI داش QI بالريفيرس أكتف، فنعرف الـ VB للـ QI جد 2.3، راح نقول 5 ناقصا 2.3 مباشرة نطلع، راح نشوف IBI تمام مثل ما احنا قلنا. وبالنسبة للتيار احنا عندنا هنا تيار الإيميتر الكلي راح يساوي بيتا ريفيرس في الـ IBI داش هنا، ولهذا احنا الـ QI ما يصير ريفيرس الا اثنيناتهم يصيرون هاي، فيتقسم التيار على اثنيناتهم، فتيار كل واحد منهم راح يمثل I in high dash واللي هو I emitter in الـ QI العفو داش على الـ M، والـ M هنا عندنا بالنسبة لدائرتنا 2، فتتقسم وتطلع الآن in and out high. راح نلاحظ انه الـ in out high مقارنة مع الـ in out low كلش كبيرة، معناه اللي تحكم دوائر الـ TTL هي الـ in out low وليس الـ in out high. طيب نجي على الـ power dissipation للـ TTL، راح نلاحظ هم عندنا حالتين نحن ناخذهم. طبعا احنا حالة من يكون عندنا الإخراج له وحالة من يكون عندنا الإخراج هاي. راح ناخذ أول حالة من يكون عندنا الإخراج له. من يكون الإخراج له معناه الـ QO والـ QS اثنيناتهم ساتوريشن، والـ QI ريفيرس أكتف، والـ QP أوف. طيب بس إذا كان عندنا لود معناها الـ QI داش هو بالساتوريشن لأنه إدخاله لو. طيب نجي على تباع، راح نشوف التيارات عندنا بالنسبة ليكون عندنا إخراج هاي بدائرة الدرايف، العفو الإخراج له راح يكون إدخال هاي معناها الـ QI بالريفيرس أكتف. فلو نجي نحسب الـ IRB مباشرة احنا نعرفها اللي هي 5 ناقصا 2.3 على 4، هذه أخذناها الـ RB 4 كيلو بالنسبة لدائرة الدرايف. هذا أول تيار طالع من المصدر. التيار الثاني اللي هو تيار الـ RC، الـ RC راح يساوي VCC ناقصا الـ VCE ساد زائدا، طبعا احنا نعرف فولتية الـ 1 تساوي VBEO Saturation زائد VCE S Saturation. في V1 طلعت الـ QS، وممكن نطلع تيار الـ RC 1.6 كيلو طلع. بقى عندنا تيار الـ IN Low Dash اللي هو يعتمد على عدد اللود المربوط، فممكن نحسبه مباشرة. راح نقول الـ VCC ناقصا الـ VBE I Saturation
ناقصاً الـ VCE O saturation على الأربعة كيلو، طلع تيار الـ IN low داش. هذا المعادلة احنا واضحة عندنا عدد الـ N ناتج قد، فيكون التيارات على عددها، فيكون الصميشن التيار اللي ما طالع من المصادر مصدر الـ VCC يساوي IRB زائد IRC زائد N في IN low داش. بالحالة الثانية من يكون إخراج دائرة الدرايف هاي، معناها الإدخال مال دائرتنا راح يكون لو، تيارنا ممكن نطلعه للآر بي مباشرة هو 5 ناقصان الـ VBE واللي هو نفس التيار راين لو داش. طيب غير التيارات عندنا، إذا كان الإخراج مالنا هاي معناها أن التيار اللي طالع من الكيوبي للبيس زائدا للسي اي سي واي بي اثنيناتهم راح يساوون تيار الاميتر ويساوون تيار يعتمد على الحمل مالنا، اذا اكو حمل، اذا ماكو حمل ماكو تيار لان الكيو او اوف. راح نشوف الاي ان هاي داش ايش قد ونضربه في ان، هو هذا التيار اللي طالع من المصدر من ترانستر كيوبي اللي جاي من المصدر مالنا. فراح يكون الـ ICC بنكون الإخراج هاي هو الـ IRB زائد N في IN هاي. الـ IN هاي راح نحسبها مباشرة من يكون عندنا للود الإدخال مالنا هاي، راح يكون الـ QI بالريفرس، ونحن نعرف نوجد التيار الـ RB مالها RB داش، قد تيار الـ RB داش راح يكون 5 ناقصا 2.3 على 4 كيلو. هنا طلع تيار الـ IB وهو بالريفرس نوجد تيار الإميتر همين مباشرة، تيار الإميتر يساوي بيتا ريفيرس في الآي بي. من طلع تيار الإميتر طلعت عندنا تيار الآي إن هاي، طبعا همين لازم ناخذ في حساباتنا مسألة الإم هذه، بس هو الإن موجود عندنا مباشرة نوجدها. طيب هنا بعد ما وجدنا قيمة التيار اللي طالع من المصدر بحالة الإخراج هاي وبحالة إخراج له، هنا لازم نحسب الـ Power Dissipation Average. احنا لازم ندير بالنا انه عندنا جدول الواقع ما ينطينا 50% لحالة الهاي واللو، لا ينطينا غير قيمة الناند اللي هي كلها واحد ما عدا الواحد، واحد ينطينا صفر، معناها عندنا 25% من يكون الإخراج لو و 75% من يكون الإخراج هاي. لازم ندير بالنا ونجمع بعدين نضربها في الـ VCC ونجمع نطلع الـ Average Power Dissipation. وشكراً.